الشفر موديل 66 من السيارات اللي بتدخل اليوم المزاد. شوفوا السيارة هذه حصلوها في شيكاغو في مستودع من عام 81 في المستودع، توهم طلعوها. على كلامهم صبوا الوكالة وداخلية الوكالة، اللي أنا أشوفه فعليا صبوا الوكالة، عملوا ريكروم للكرومات أساس تطلع ترجع لحالتها الطبيعية. مكينة 250 تجي مكينة الأساس راس واحد 6 سلندر غير عادي، وفعليا صبوا الوكالة. تقدروا تلاحظوا من هنا، شوفوا غير، خليني أتأكد الجير هاو غير عادي ولا غير أوتوماتيك عادي. ألاقي شوف هنا المعلومات 66 قطع 20 طبعا. هذا تجي معاها، شوف الحوض كيف مزاد اليوم الجمعة. نوريكم الكدلك هذا اللي شدنا فيه صراحة، نظافة الموتر واللون. موديل 78 بروغهام، يعني 78 تعرف انتم من 77 وفوق جت ماكينة 425، عندكم 76 و75 وتحت ماكينة 500، وفي مكان جت 472، بس هذا ماكينة 425 على قولتهم لايت شوية أخف. اللون إيش؟ أصفر حليبي شيء زي كده. طبعا مزاد اليوم الجمعة. الممشى على موضحين هنا 28,000 ميل على اللي موضح في التايتل في استمارة السيارة. داخلية جلد، داخلية السيارة والتخشيب اللي هنا، موتر نظيف ما شاء الله تبارك الله. مزاد اليوم الجمعة. نوريكم الخلفية، 79 تويوتا كورونا، اي نعم هذا اسمها، تجي زي يسموها هنا في امريكا الهاتش باك اللي هو النزلة هذه. سيدان مزاد اليوم الجمعة، كورونا يا حبيبي والله لا يعيدها الاسم اللي يفجع. تويوتا جير اوتوماتيك مزاد اليوم، المالك مسوي انسبكشن على السيارة اللي هو فحص كامل. طبعا ممكن تشوفوا انتم اختلاف في لون هذا، بس هذا ندى فقط. الآن الصباح، الآن عندنا الساعة 9 تقريبا. سيارة جميلة والله، محبين التويوتا. جميع الأوراق موجودة هنا، جير أوتوماتيك، هذه داخلية السيارة. الممشى في العداد يوضح 24,983، جير أوتوماتيك. مزاد اليوم الجمعة. من السيارات اللي دخلت أمس ولم يتم البيع الترومف، هذا TR3 وصل 16,000 دولار ولم يتم البيع، ما زال موجود للبيع مجدد طبعا، صبغ وداخلية. هذا السعر اللي وصله 16,000 دولار ولم يتم البيع. هنا معلوماته، رودستر TR3 4 سلندر. الباب يجي من هنا يا شباب، شوف كيف تفتح كده. نسيت خلفي بعد، بس من بيركب لازم تفتح الكشف على اساس تسوق. ما زال موجود للبيع. شوف الستايل الخلفي 59، جميله.